مقاربات تنطلق من فراغات ومنطلقات خاطئة، هي تبريرات وزيري السياحة والصناعة التقليدية وتهيئة الإقليم عمار غول حول النمو البطيء للسياحة في الجزائر وغياب الاستراتيجيات المتاحة وفي ظل مقومات سهلة التوفر بالجزائر. إذا ما نقدرش نقارن واحد سبقني 60 سنة وهو يعمل على أن السياحة ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني مع اللي انطلقنا اليوم انطلقنا في بناء سياحه في اقتصاد وطني. هذا باش نكونوا عادلين، نكونوا منصفين، يكون التحليل تاعنا صائب. لا يمكن ان نتكلم عن تدفق السواح الاجانب على الجزائر ونقارن ذلك مع ديارنا، مستحيل. الوزير اعتبر أنه بعدما كانت السياحة بعيدة كل البعد عن الاهتمامات الاقتصادية وأولوياته، أدركت الجزائر مؤخرا أنه بات لزاما أن يكون الاقتصاد قلب الاقتصاد الوطني وقلب اهتماماته، وذلك لن ينجح إلا بإرادة سياسية بحتة، ولذلك فالجزائر مصممة على بلوغ هذا الهدف، وهو تحد آخر ينتظر الجزائر. أولا نعرف باللي معدل مساهمة السياحة أو قطاع السياحة في العالم في الناتج الداخلي الخام أو العام لو بيبي في العالم المعدل 10%. احنا في الجزائر اليوم رانا أبار 2%. إذا هدفنا أولا كيفاش ننتقل من مشاركة قطاع السياحة من 3% إلى المعدل العالمي 10%. هذه خطوة أولى، لكن أهدافنا يعني بعيدة المدى مش 10%، تكون أبعد بكثير، لكن على الأقل كمرحلة أولى في استراتيجيتنا في أهدافنا كيفاش نرفع هذا القطاع من 3% إلى 10% من بي بي نصر. غول وعد برفع نسبة مساهمة السياحة في الاقتصاد الوطني مع الاعتراف بأن هذا لا يتأتى إلا بسلوك اقتصادي بعيد المدى، وما يحويه قطاع السياحة في الجزائر لا يكفي حتى سياح الداخل، ومن هذا المنطلق يجب توفير وزيادة هياكل الاستقبال وتحسين مستوى الأداء والخدمة بالتكوين وتأطير المهني العالي، لأن الغاية هي الاعتراف ذات مواصفات دولية. 105,000 سرير مع النوعية مع الخدمات لها وعليها، مع التأطير البشري له وعليه، مع حالة المباني لها وعليها، 105,000 سرير رقم ضعيف قليل لا يفي بالغرض، ما يكفيناش حتى للسياحة الداخلية. اعتراف الوزير غول بتردي قطاع السياحة في بلادنا قد لا يحمل الجديد، لكن المأمول يكمن في استحقاق تنفيذ الإصلاحات وتطوير القطاع في مرحلة الانخفاض الحاد لأسعار البترول والبحث عن موارد بديلة.